حجينا واحتجينا على التكوين اللي بغينا طنجة كاينة وقفة اللي غادي ومسيرة من انطلاقة من إيبيريا إلى ساحة الأمم فين طلبة كيعبروا على الغضب ديالهم كيجسدوا أسبوع الغضب اللي استراتوا اللجنة الوطنية في البيان ديالها الأخير بعد كذلك مقاطعة ناجحة للامتحانات اللي جات بعد واحد التعاطي لا مسؤول واحد فرض سياسة الأمر الواقع على الطلبة من طرف الوزارة الوصية خاصة وزارة التعليم العالي. حاليا طلبة كانوا كيناقشوا في إطار إيجاد حلول موضوعية لحفظ التكوين ديالهم عبر الوساطة الحكومية، ولكن للأسف كيتفاجئوا بإعادة برمجة امتحانات أحادية من طرف الوزارة قبل التوصل إلى حل دون معالجة المشكل الرئيسي اللي هو مشكل ديال التكوين ديال 5 دفعات حاليا اللي كاينة في كلية الطب اللي هي من السنة الخامسة للسنة الأولى اللي عندهم تكوين ماشي في حال الإخوة ديالهم اللي قبل، يعني زملاء ديالهم اللي في سنة 6 و7 اللي عندهم غلاف زمني يتجاوز 4500 ساعة وتكوين فيه 7 سنوات، وماشي في حال الإخوة ديالهم اللي كاين اللي حاليا راهم في البكالوريا وغادي يكون عندهم واحد التكوين بغلاف زمني يتجاوز 4800 ساعه. حاليا هاد الاطباء ولا هاد الطلبه الاطباء اللي في الدفعات الخمس كيعانيو من واحد التكوين مشوه اللي فيه 7 سنوات ناقص سنه، ناقص ملي كنهضروا على سنه ديال تدريب استشفائيه كامله الوقت كنهضروا على اكثر من 600 ساعه ديال التدريب، كنهضروا على طبيب غادي يتخرج وغادي يزاول من بعد 6 سنوات بتكوين مشوه غير قابل ماشي ادابتي لست سنوات. فهاد الدفعات الخمس داروا 7 اشهر من الاضراب وضحاوا من التكوين ديالهم من اجل جوده التكوين، من اجل ان الطبيب ديال غدا يكون على الاقل في حال الزملاء ديالو اللي قبل. حنايا باغيين نزيدوا بالتكوين ديالنا القدام، ما باغيينش نرجعوا اللور. فلذلك كنسالوا لماذا يتم التعاطي مع هذه الازمه ديال طلبه ديال الطب ومع هذا الاضراب ديال طلبه الطب 7 اشهر بواحد الاستصغار، بواحد ان الطلبه بحال ما عارفين شنو باغيين. الطلبه باغيين تكوين مقاد من اجل منظومه صحيه مقاده، من اجل انهم يبقاو في المغرب ويعاونوا بلادهم ويزيدوا السبيطارات ديالهم القدام، وباش اننا يكون عندنا تكوين ليرقى للمعايير الدوليه، لان المواطن المغربي كيستاهل طبيب كفء في حاله في حال جميع البلدان الاخرى. اليوم جينا في مسيرة احتجاجية تعبيرا عن الغضب ديالنا واستجابة لنداء اللجنة الوطنية، حيث أن الأخيرة سطرت مجموعة من الوقفات والمسيرات المحلية الجهوية والوطنية منها تعبيرا عن الغضب ديالنا تجاه القرارات العشوائية واللا مسؤولة اللي اتخذت في حقنا، بحيث أننا لم يتم التفاعل مع السؤال المحوري والجوهري ديال الدوسي غوفونديكاتيف ديالنا. السؤال كان هو ما مصير الدفعات الخمس، بحيث ان لي برومو اللي ديجا تخرجوا لي برومو اللي دابا غادي يدخلوا غادي يستافدوا من 2 سنين ديال ستاج بلان طون، باغ كونطرا الدفعات هذه اللي هي من بروميير اني لسانكيام اني مع الاسف غادي يكون عندها غير 1 سنة ديال ستاج بلان طون. عطاتنا الوزاره كمقترحات اننا ندوزوا سنه تكميليه، كنا كنلاحظوا انها سنه اختياريه مع الاسف من موراها عاوتاني تبدل الاسم ديالها تدريب تكميليه بالموافقه ديال الضويان حتى يكون عندنا الخصاص. السؤال ديالنا المطروح حاليا شكون اللي ضمننا حنا كطلبه انه غادي يكون كاين الخصاص باش يتقبل واحد ليتيديون باش انه يدوز واحد التدريب التكميلي ديالو؟ هذا السؤال المحوري والجوهري. حنا مكملين في المقاطعه ديالنا حيت باقي ما تلقينا جواب كافي على هذا السؤال هذا، فلا داعي باش اننا نقولوا راه تمت الاستجابه من 45 مطلب وبقاو 5 المطالب. حنا مستعدين اننا ما نتنازلوا على ديك 45 مطلب مقابل اننا يستجبوا لنا هذا السؤال المحوري. اضافه اخرى لا
لم يتم تفاعل بشكل جدي مع التوقيفات التي طالت الممثلين ديالنا، بحيث ان رهنوا ازاله التوقيفات او اعاده النظر فيها فقط بالشياز ديالنا الامتحانات. فنستنكر هذا الوضع هذا بشده، ونتمنوا ان شاء الله نلقاو شي حل في اسرع وقت ممكن باش ما عاوتاني ما نسقطوش في سنه بيضاء لمجهولات العواقب. وشكرا. كأم لطالبه بكليه الطب والصيدله بطنجه، جئت اليوم لاساند ابنتي في هذه الوقفه اللي كنشوفها انهم من حقهم انهم يطالبوا بحقوقهم بشكل سلمي، وكنتمنى ان الوزاره تكون عندها اذان صاغيه وتسمع وتحاور مع وليداتنا وتحاول تلقى حلول باش يدخلوا ان شاء الله يوصلوا الدراسه ديالهم، لان في قدم في هاد الاحوال كل شيء ضايع، لا اباء، لا حنا كاباء ولا كطلبه. كنتمنى من الوزاره تكون عندها اذان صاغيه لوليداتنا وتحل المشاكل في اقرب الاجل. وشكرا جزيلا.